في البداية نرحب بالأستاذ محمد بدوي في المؤتمر. الله يعطيكم العافية، شاكر لكم استضافتي وضيافتكم الرائعة هذه. نقول في الأول ما هو تعريفك للتدوين؟ التدوين في التعريف الأجنبي اللي هو أول شيء الكلمة من وين جت بلوج؟ بلوج هي ويب لوج اللي هي كلمتين سجل الشبكة. الفكرة أنه أفراد أشخاص عاديين يبدوا يحطوا معلومات عنهم كتسجيل، يعني الأكتيفيتيز بتاعتهم، الأفكار، الأشياء اللي سووها، فهذه هي بداية التدوين. أما الآن هي التدوين صارت خلينا نقول هي أم الكونتنت في الإنترنت، أنا هذا التعريف بتاعي الآن، يعني هي أساس الإعلام الجديد، هي أساس كل المحتوى اللي المتجدد والقائم يوميا، هذا التعريف باختصار. يعني اللي من وجهة نظرك ايه الفرق بين مدونة شخصية ومدونة المحترف؟ هو مو نسميها مدونة شخصية ولكن مدونة متخصصة او مدونة عادية. يعني مدونة عادية هو شخص زي مثلا انا اي تجارب اشاركها في اليوم، مثلا سفر، افكار، دورات، معلومة، كتاب، فأجي أحطها دائما، ما عندي هدف بالنهاية عاوز أوصل للجمهور له. المتخصصة ممكن أكون مثلا أتكلم بس فقط عن مثلا الكمبيوتر، وفي ناس متخصصين جوا التخصص، يعني في ناس يتكلموا مثلا عن مايكروسوفت إكسل فقط، يعني عن حاجة معينة، فهذه هي البلوج بتاعه، هذه هي الفرق بين المتخصص وبين العامة. وممكن يكون الشخص واحد هو اللي قائم على هذه وهذه، فهي مش من ناحية الأفراد، من ناحية الكونتنت نفسه. ما هو تقييمك للمدونات العربية؟ وهل ترى أنها ستساهم في إثراء المحتوى العربي؟ أول حاجة خليني أقول لك حاجة عن المحتوى العربي. المحتوى العربي شحيح جدا على الإنترنت. قبل حوالي 5 سنوات أو 4 سنوات تقريبا أنا كنت أي حاجة أبحث عنها أكتبها بالإنجليزي، لأنه كانت عندي اعتقاد أنه خلاص ما فيش حاجة بالعربي. فاستمر هذا الشيء اللي بعد لحد سنتين فاتت، مرة من مرات ما لقيت حاجة بالإنجليزي، فكتبت بالعربي، فتفاجأت أنه في موجود، يعني كونتنت صار موجود في العربي. طبعا اللي ساهم فيها اللي هو سيرش انجن زي محرك بحث جوجل، الطفرة الجديدة اللي صارت على الانترنت، فصار في محتوى عربي كبير على الانترنت. ولكن ما زال المحتوى هذا مين القائمين عليه؟ قائمين عليه ناس تقنيين اصلا، لان هم اللي يعرفوا بالكمبيوتر. يعني نادر ما تلاقي شخص انه غير متخصص بالكمبيوتر هو على الانترنت قاعد يساهم في المحتوى هذا. هو المحتوى العربي باختصار يعني. لكن شايف ان ما يكتب على الشبكات وعلى المدونات سيسر المحتوى العربي؟ المعظم بيتحدث بلغه غير اللغه العربيه الفصحى يعني. بالتاكيد، يعني انا في مسابقه ارابيسك قبل فتره حكمت فيها، فحوالي اعتقد انها كانت 1000 مدونة عندي او حاجه زي كذا، فكان نسبه كبيره منها كانت لغه العاميه، طبعا كان يتم اقصائها. طبعا المشكله هنا انه في ناس تجهل انه إذا أنا كتبت باللغة العامية الخليجية مثلا السعودية أو القطرية أو أي حاجة، ففي ناس مثلا زي المغرب العربي ما راح يفهموا، ممكن الأخوة في مصر يفهموا اللغة العامية، أو واحد كتب باللغة العامية الشامية مثلا ممكن أهل مصر، لا أهل مصر أوكي، بس مثلا في المغرب أو في السعودية ما يفهموا، فهذه مشكلة. يعني بالعكس هو حط عائق، ما تكلم بالعربي، وصل الجمهور محدد اللي هو أهل لغة بلده، وكذا خسر زوار كثير. من السيرة الذاتية الخاصة بك عرفت أنك مؤسس ومدير منتدى الفريق العربي للبرمجة، ما هي الأسباب وراء تأسيس هذا المنتدى وما هي التحديات التي تواجهه؟ الموقع احنا أسسناه بسنة 2000، طبعا ما كان ولا في موقع انترنت عربي متخصص بالتقنية غير موقع واحد كان اسمه فيجوال بيسك فور أرب. الفكرة انه احنا كنا شباب ندخل نكتب معلومات على رأي واحد ثقيلة الدسم، معلومات زيادة احترافية، فكان منتدى الناس ما تتقبل الأفكار هذه، فاضطرينا أن نسوي إحنا مجموعة من الشباب منتدى ثاني ونبدأ نتناقش الأفكار هذه. ومن هنا صار الموقع الفريق العربي للبرمجة، يعني صار له صيت غريب جدا مدة قصيرة تفاجأنا فيها، اضطرينا أنه الآن يمكن إلى الآن مغيرين 10 سيرفرات، يعني كل مرة يصير ضغط من كثرة الزوار ننتقل للموضوع ثاني. إن كان في تحديات، التحديات هي إنه الموقع هو غير ربحي، وإلى الآن ما فيش دخل يغطي على الأقل تكاليفه، يعني تكاليفه الآن صارت زيادة عن اللزوم ماليا، لأنه صار سيرفر خاص للموقع، كنا أول شيء سيرفر هوستد يعني شير، الآن خاص، فهذا تكلفته في الشهر مبلغ عالي. الإعلانات اللي نستخدمها الآن يدوب تغطي التكلفة، فعشان الموضوع يكبر ويزيد ويتطور نحتاج إلى مصادر دخل، وإحنا شغالين عليها إن شاء الله الآن نسوي لنا بزنس بلان بحيث نستفيد من الموقع. من وجهة نظرك البعض
يبقاش عنده مصداقية عالية في المدونات مثل مثلا الهيئات الإعلامية. ايه اللي ممكن يؤخذ من جانب المدون اللي تكون يعني مدونته لديها مصداقية عند الجمهور؟ الفكرة الآن إذا كانوا مدونتك الناس تحبك فأي حاجة حتقولها حتمشي، بس الفكرة الآن على أساس أنك تقنع اللي قدامك لازم نستخدم اللي هو لينك URL المواقع الثانية، وهي الإنترنت قائمة على أنه أنا أتصل في موقع فلان وفلان الموقع يحط وصلة للموقع الفلاني. فالآن أنا مثلا لما أجي أحط مواضيع وأحط إحصاءات في تلقاني لازم أني أحط إثبات ودعم من وين أنا جايب هالمعلومة، وخاصة مثلا ويكيبيديا، مواقع زي شركات مايكروسوفت، CNN، whatever. فدائما حاول أنك تدعم الكلام اللي بتقوله في وصلة المواقع الأصلية بتاعها، منها تشيل مسؤولية عن نفسك ومنها توثق معلومتك بشكل أكبر. هذه يعني ممكن تحدثنا عن مشروع تبادل الكتب والهدف منه؟ مشروع تبادل الكتب، خلينا أحكي لك القصة وراء التأسيس بتاعه. التأسيس كان في نوفمبر، زي بداية ديسمبر، زي هذه الأيام. أنا من حوالي سنتين أخذت دورة في قراءة سريعة، فصرت وحتى صرت مدرب في القراءة السريعة، فصرت أقرأ كتب بشكل كبير، يعني تقريبا الكتاب أبو 200 صفحة يخلص معي بساعة. فخلصت الكتب اللي عندي والكتب اللي عند جيراني والكتب اللي عند أصحابي، ما بقاش في كتب في السوق إلا قريتها، فاضطريت إني أروح أشتري من أمازون. فلما اشتريت من أمازون صرت بسبب التكلفة العالية بتاعت الشحن صرت أضطر إني أجمع الكتب مجموعات مجموعات عشان توصلني مرة واحدة. فالكتب هذه لما جمعتها مرة جتني برقم مخيف، يعني حوالي $2000 اشتريت كتب. ولما جتني وليت أراها وصرت أحكي للناس، صاروا بعض أصحابي يقول لي لو قلت لنا أنه هذا الكتاب كان عندنا، يعني ليتك ما اشتريته. فهنا جت الفكرة أنه أنا ما أعرف إيش عندك كتب وفلان ما يعرف إيش عندي كتب، فلو صار في عندنا طريقة كل واحد يعرض الثاني فهيصير في عملية تبادل كتب. فسويت الموقع بحيث أنه يكون داتابيز كل واحد يحط الكتب اللي عنده، وتتيح انه نتبادلها في بين فيما بين، نخلص من الكتاب اعطيك اياه لانه هو ملكيه خاصه فاقدر انقل ملكيته ليك. هذه كانت فكره الموقع، والحمد لله الان يعني فاز بكذا جائزه، صار له في شخصيه اسمها كتوب، شخصيه كرتونيه للاطفال على اساس انه تشجع عندهم ثقافه القراءه. والحمد لله يعني الموقع كل يوم فيه زوار جدد وفي عمليات تبادل. هل تؤيد خضوع المدونات لقوانين حقوق الملكيه الفكريه او ما يعرف بقوانين النشر والتاليف؟ في مشكلة في العالم العربي أو في المنتديات اسمها النسخ ومنقول ومشكور، تلاقي الواحد ينسخ المقالة ويحطها في منتدى وهلوم جرى. طبعا هم لو انتبهوا الناس أنه هذا يسبب له خسارة أكثر من فائدة. يعني الآن جوجل لما تسوي سيرش الموضوع، أنا عندي المنتدى البلوج بتاعتي الرانك بتاعها 5 مشهورة، فالموضوع لما ينزل عندي أول حاجة فهي تقريبا يعني عارفة أنه الموضوع هذا بتاعي. فلما يجي فلان وياخذ ويحطه في منتدى مغمور فهو يجازى تنزل الرانك بتاعته لانه نسخ موضوع من مكان ثاني بدون ما يشعر. يعني هذه اول حاجه خطا استراتيجي. من ناحيه ثانيه انه حقوق الملكيه انا دائما اتكلم فيها، ان كان احنا عاوزين نحترمها خلي الحرام وخلي السياسه وخلي الممنوع، نتكلم من مبدا واحد اللي هو ابداع. اذا انا حسر شغل غيري او إذا كل حاجة متوفرة ما حاخترع، من مبدأ اللي هو الحاجة أم الاختراع. فإذا حاجة هذه ما حقدر أوصل لها أو غالية فراح أخترع حاجة جديدة. بس هذا الهدف أنا أؤيد يعني حقوق الملكية. تتوقع أن في المستقبل يكون في أي قوانين أو تصار كلام حاليا أن يبقى في قوانين حقوق الملكية الفكرية على المدونات؟ هي المدونات يعني زي الكتب، فالكوبي رايتس يغطيها حقوق اللي هي حقوق المؤلف أو حقوق النسخ باللغة العربية تقال، تغطي اللي هي حقوق التدوين. ولكن المشكلة الآن مو نتكلم في الموضوع هذا، المشكلة إنه مين الجهة اللي تصير تتابع الناس على الإنترنت، هي هنا الموضوع، والقوانين موجودة من زمان. هل ترى العلاقة بين الشبكات الاجتماعية والمدونات هي علاقة تكاملية أم ستطغى إحدى الوسيلتين على الأخرى؟ بالتأكيد. أنا أول حاجة أقول لك أنه الشبكات الاجتماعية جت سوت لنا حل رائع اللي هو شالت الدخلاء عن عالم التدوين. يعني في القصة اللي أقول أنه كان مدون تلاقي دخل على الانترنت وكتب أنا أمس رحت أكلت معصوب في مطعم يهبل وأعجبني الستف وخلاص انتهى الموضوع. لا اللي إيش هي المعنى المعصوب، فأنا ما الأكلة جديدة يعني أنا أعرفها بس ممكن في بلد ثاني ما حد يعرف إيش هي. والموضوع الثاني ما قال لي اسم المطعم، فيعني اي فائده من المقال بتاعه ما فيش. الان موجوده الفيسبوك وتويتر، ريحنا من هذول العالم، صار يكتب الكلام هذا موجوده هناك، صارت المدونات موجوده ناس متخصصه معلومات مفيده وذات هدف.
من ناحيه الشبكات الاجتماعيه فهي مكمله واداه تسويق رائعه. يعني اليوم انا البرزنتيشن بتاعي كان موضوع انه كيف تستغل الشبكات الاجتماعيه في تسويق نفسك، وهذا اللي استخدمته انا في اخر 6 شهور حتى خلى انه البيج رانك بتاعي بتاع جوجل يوصل 5 باقل من، يعني انا لي سنه ونص تقريبا او سنتين، لسه ما كملت سنتين في البلوج، وصلت بيج 5، يعني قله من المواقع العالميه توصل للرقم بهالمده هذه. انت شايف ان المدونات هتلعب دور كبير في عمليه الترويج؟ يعني لو اي مؤسسه عندها عايزه تروج لمنتج بتاعها او الاكتيفيتيز بتاعتها، شايف ان هتلعب دور كبير في الموضوع ده، وازاي يحصل؟ كل الشخصيات العامه اللي برا والمشاهير النجوم الشركات لها حسابات على الشبكات الاجتماعيه، اكتشفت هذا الشيء لانه في حاجه لنوع التواصل هذا وصار في لها اشباع. فراحت الشركات لقت انه مثلا الان في تويتر شركه فورد الظاهر حاطه شخص او ديبارتمنت مش عارف، بس في ناس متخصصين يجوا يتابعوا ايش الناس تكتب عن فورد بتويتر، ويتابعوا يقولوا لا والله احنا لا تنحلت المشكله الفلانيه وكذا، لانه فعلا اداء للسمعه رائعه. يعني اذا جاء واحد واثنين وثلاثه وتكلموا عن ساعه دكني انها فاشله مثلا على سبيل المثال، فراح الالاف راح توصلهم الموضوع هذا بنفس اللحظه. فهي اداه رائعه للتسويق، وكل الشركات انتبهت للموضوع هذا، كل الشركات تخصصت ناس وديبارتمنت عشان تتابع. فيعني جوابك صح. نعم. بهدف إثراء المحتوى العربي أطلق المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدونته ديجيتال قطر. من وجهة نظركم ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لإثراء المحتوى العربي؟ أول حاجة يعني كثير من المواقع العربية تكتب بالإنجليزي، هذه مشكلة بحد ذاتها. الحاجة الثانية كثير من المؤتمرات تقام بالإنجليزي وهذه مشكلة. فلازم اول حاجه نركز على الحاجتين هذول، انه لغتنا احنا لازم نفخر فيها ونحطها. يعني مثلا اليهود الاسرائيليين باسرائيل حاطين، انا شفت مقابله هذيك اليوم مع واحد مخترع او في جامعه يتكلم انجليزي باكسنت رائع جدا، ولكن لو تلاحظ اللابتوب بتاعه كان ويندوز كله بالعبري، فيعني متمسك بالهويه بتاعته. فاحنا نفس الحاجه لغتنا العربيه المفروض انها تكون هويه ونتمسك فيها. طبعا الى الان احنا يعني كمدون انا الان ما في لي دخل لانه قله العرب اللي على الانترنت، ولكن انا يعني اسعى ان شاء الله ان يكون لي دور في اثراء المحتوى العربي، وهذا اللي ننادي فيه كلنا ان شاء الله. من وجهه نظرك انت شايف ايه الخطوات اللي ياخدها اي مدون لزياده عدد زوار مدونه؟ اول حاجه اكون صديق لمحركات البحث، هذه يعني نصيحه دائما يقول لك اياها. صداقة تم باستخدام بعض التكنولوجيا، يعني مدونات زي ووردبريس في اضافه اسمها اد اون هي اضافه اسمها SEO سيرش انجن اوبتمايزيشن، مجانيه، تروح وتضغط كليك تنزل جوا البلوج بتاعتك، تسوي البلوج تبعك بحيث انه يكون صديق لمحركات البحث، انه تعرف تقرا اللي جواه وتصنف المنتدى. هذه اول نصيحه. النصيحة الثانية كن فاعل على الشبكات الاجتماعية، زي ما أنا اليوم الدرس السريع أنه اشبكه، خلي الخلاصات تشبكه في فيد بيرنر اشبكه بتويتر، تويتر اشبكه فيسبوك وهلم جرة، فكل هذا راح يجيب لك زوار أكثر ومهتمين في الموضوع. ومشكرين جدا ومسيك بالتوفيق إن شاء الله. سبحانه الفعافية، شكرا لكم.